السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرت العجلة بتاعتي البنيرلو لأن كان المقاس بتاعها كبير عليا، وكل كنت بطلع بيها رايد كانت بتكون مزعجة بالنسبة لي، لأن هي كان بتكون أكتر في الرايدات الطويلة بتكون مزعجة، بحس بتعب لأن المقاس بتاعها كان 60، كان مقاس كبير، عاوز حد طويل وانا طولي 170، يعني عاوز واحد. قمت بدلتها بالعجلة اللوك الكربون، برضو هي كربون بس فيها بعض الاجزاء من الالومنيوم زي الحاجات دي اللي هي النهايات دي، بس ده عادي. بس باقي الحاجات هنا بصوا، ده كربون فايبر، برضو ده نفس النظام كربون فايبر، هنا برضو كربون وده برضو كربون. دي الاجزاء اللي انا بقول لكم عليها، دي من الالومنيوم، وتيش الكرسي من الكربون. العجله دي هتمرن بيها مؤقتا لحد ما اجيب حاجه موديل حديث شويه، بس برضو في الفيديو برضو هقول لكم مواصفاتها. المواصفات بتاعتها كويسه، برضو مقبوله تشتغل. شوفوا الفيديو للنهايه لحد هوريكوا كل حاجة بالتفصيل فيها، ودي بديل مؤقت بس لحد ما اجيب حاجة على مقاسي. هي العجلة دي موديل قديم شوية، موديل 2003. Oh my God. بس هي كويسة، وزنها خفيف، الوزن بتاعها مش تقيل خالص رغم ان هي فيها قطع من الالومنيوم. هوريها لكم بالتفصيل، بداية من الجروب. الجروب بتاعها اللي هو الوان او فايف زي ما الاجانب بيقولوا عليه، او المية وخمسة تنس بيت. حالة التروس بتاعتها كويسة، التشين بتاعتها او الجنزير اللي هو الشيمانو التنس بيت اللي هو الفضي ده اللي بيلمع كويس. تشمل امامية 105 على الكرانك، الماركة دي على قلب بوتوم براكت. تمام، دي الجروب. الباورات هنا 105، وبرضو العجلة دي لو حد جالها بيعها بيعها عادي، وعامل خدمة التوصيل مجانا لأي مكان في الجمهورية، تجيلك لحد باب البيت. تمام، هنخش على الكوبش الفرامل تكترو واللقم براكو، فرملة قوية جدا. الجنوط بتاعتها كويسة جدا، اسمها فيجن حرير، ناعمة حرير، ناعمة حرير. مش عاوزين نطول عليكم في الفيديو ده، باختصار كل حاجة الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. شكرا جدا للمشاهدة، كان معكم مينا ماهر.